ولا كاظم الساهر تسترجم تقول ياس اصلا احنا حكيناها بالبيت وقلنا لا استرجم كملوا كملوا حدا سمعها تابع لا ما سمعها يلا عيد عيد من الاول عيد من الاول نوقف بصف العريس مش العروس هلا بنعيد وبتتفاجئ مو بنت عم ياس ارنو وعبر عن مشاعرك الصادقة بلك صدور الوران لأنهم ما عرفوا ما خمسة واحد تعب القد عبر المهم يرسل الكل على جهود الجبار سنة أنت ما شفتش عن عيني عم نفكر بس بدنا نشكر الأشخاص ساهموا في المشروع يعطيكم ألف ألف ألف